حصدت الرابعة بسمة إبراهيم برونزية الكلين في رفع الأثقال لوزن 59 كيلوغرام ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر. وحلت بسمة إبراهيم في المركز الخامس في ترتيب محاولات الخطف، وجاءت ثالثا في الكلين بعدما رفعت ثقلا بوزن 113 كيلوغرام. وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر إلى 33 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و16 ميدالية برونزية.